دقيقة، العمل في المجلس في الأمانة، طبعا أنت تعرف أنه المجلس هو مجلس الإدارة يلتقي يجتمع كل 3 أشهر ويقرر التوصيات اللي تصدرها الأمانة. فأعمال الأمانة، الأمانة تحت الأمانة في عدة لجان، لجنة خاصة بكبار السن، ولجنة للطفولة، ولجنة للمرأة، ولجنة أيضا للأسرة في مناطق المملكة. هذه اللجان كمطابخ تعمل على جميع المستويات التشريعية والتنظيمية والتوعية، كل هذا اتفقنا معك. نعم. انا على ارض الواقع الحين، ابغى كبار السن وايش الخدمات اللي الحين يقدرون طيب ياخذونها؟ طيب انا اذا تحب بس اعرض لك شيء من الانجازات، يعني لا يمكن احصرها، ولكن ابرزها عمل اللجنة على مراجعة نظام حقوق المسنين، وهذا الان جاري ان شاء الله اعتماده، يعني اخذ مساره النظامي يعني يرفع إلى المقام السامي ويحال إلى هيئة الخبراء وبانتظار إقراره. هذا النظام يتضمن حقوقهم وجميع المجالات الاجتماعية والنفسية وكل الصحية. نتوقع أنه يرى النور قريبا. قريبا بإذن الله، نحن ننتظره يعني. طيب. أيضا تم عمل دراسة على مستوى استطلاعية، يعني بالشراكة مع المركز السعودي لاستطلاع الرأي، حول مدى معرفة الناس بخدمات كبار السن. نحن نعلم أن هناك العديد من الخدمات اللي تقدم، لكن ربما يعني معظم الناس أو معظمنا لا نعرف كل الخدمات المقدمة. فكان هذا أحد المستهدفات اللي سعينا للعمل عليها. كانت نتيجة طلع في ضعف كبير. أنا صعقت يعني وأنا قاعد أحضر للحلقة أنه 71%. نعم. يعني لا يعرفون او لا يعلمون بخدمه اجراء الفحوص الطبيه مثلا المبكره لكبار السن. 79% ما يعرفون عن برامج التوعيه بالتغذيه المناسبه. 55% يجهلون وجود برنامج العلاج المنزلي. يعني نسب كلها تعطي انه في عندنا يا ضعف الجانب التوعوي وحتى يعرفون يعني كبار السن وش لهم من حقوق، يا انه فعلا احنا قاعدين نقدم مثلا خدمات وكاننا نقول لا يدرون عنها.